واليوم نحتفي بالشخصية العراقية اللامعة عبد الكريم قاسم. والحديث عن عبد الكريم قاسم حديث طويل، ولعله أكثر الشخصيات العراقية صدرت بحقه عشرات الكتب. لا أريد أن أتحدث، ولدينا برنامج لهذه الجلسة، وهذه الجلسة سنبدأها بشهادات تتعلق بعبد الكريم قاسم والعهد الجمهوري الأول. ونبدأ الحديث أو ليبدأ الحديث أستاذنا الفاضل معاذ عبد الرحيم، لأن له صلة بتلك الفترة. السلام عليكم، وأستميحكم عذراً إذ سبقني الأستاذ رفعت لشخصيات مهمة أحترمها احتراماً كبيراً. ربما الأستاذ رفعت يريد أن يظهر بأن ليس فقط الشيوعيون والأنصار عبد الكريم قاسم أعطوه الحق كزعيم وطني، إنما هناك معارضين، وأنا واحد منهم، كنت معارض آنذاك. قبل أيام راجعت اللجنة المسجونين السياسيين عام 63، فتعجب، قال هذا رئيس اللجنة بن ناصرية، قال أنت شيوعي؟ قلت له لا أنا مو شيوعي. قال عبد الكريم ذاك الوقت 63 البعثيين بس الشيوعيين سجنوهم. قلت له لا يابا. قال عدت شنو؟ قلت له أنا منشق. قال شنو يعني منشق؟ قلت له شقينا على البعثيين لأنهم أساءوا أثناء وجودهم بالحكم، أساءوا إلى الشعب العراقي، ولم يقتصر أذاهم على الشيوعيين فقط بل على كثير من القوى السياسية. الآن في ذلك الوقت قبل انشقاقي على حزب البعث، وكانت محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وحدة من أسباب انشقاقنا على حزب البعث، أنا وغيري من كثير من البعثيين الذين استهجنوا هذا الإجراء وانشقوا على حزب البعث في ذلك الوقت. ما أذكره أنه بعض المؤرخين مع الأسف، يمكن دكتور عقيل اطلع على هؤلاء ما ذكره هؤلاء، حاولوا أن يسيئون إلى الزعيم عبد الكريم قاسم على اعتبار أنه كانت له علاقة بنور السعيد وكذا من هذا الكلام، بينما الحقيقة أن ذاك الوقت البريطانيين ما عندهم ذاك الخلاف مع الأمريكان، والأمريكان عملوا كثيراً لإسقاط الزعيم عبد الكريم قاسم. واحدة من محاولاتهم لشق الصف الوطني أنه أرسلوا أحد الموظفين في السفارة الأمريكية وادعى أنه هو من الحزب الوطني الديمقراطي وطلب مقابلة الزعيم عبد الكريم قاسم وأصر على مقابلة الزعيم عبد الكريم قاسم. فعندما استقبله الزعيم عبد الكريم قاسم، هذا الرجل أو هذا الموظف قال له أنا وطني ومن أنصار الحزب الوطني الديمقراطي، وعليه أستطيع أن أسلمكم وثائق من السفارة الأمريكية لمؤامرة على الزعيم. فأرسل الزعيم عبد الكريم قاسم ضابط مع هذا، وبالليل وطريقة بوليسية هذا صانعها الموظف بالسفارة الأمريكية، طلعوا على أسماء قادة وطنيين وقسم منهم قوميين، من جملتهم الله يرحمه فؤاد الركابي، أنه ذولا يعدون مؤامرة على عبد الكريم قاسم على النظام آنذاك. فحدث أنه جاء في هذه الأوقات
وزير التربية المصري كمال الدين. فهذا أصر مرة أخرى أن يقابل الزعيم، قالوا له أنت قابل الاستخبارات؟ هذا قال لا، أنا هاي قضية خطيرة لازم الزعيم. فمن وصل خبر الزعيم، الزعيم قال هذا جاسوس جيبوه. يعني فجأة قال هذا جاسوس جيبوه. فإحنا بذاك الوقت أنا كنت مدير تحرير جريدة الجمهورية، أغلقت واعتقلنا، فجابوا هذا اللي وقف الزعيم. فحكينا القصة أنه هو اعترف بعدين أنه الأمريكان هم اللي دزوه على عبد الكريم قاسم حتى عبد الكريم قاسم ياخذ إجراء ضد القوى السياسية الأخرى والشخصيات الأخرى. فإذا هذا دليل على أنه ما ذكره بعض المؤرخين محاولة تشويه سمعة عبد الكريم قاسم خطأ، لأنه أمريكا كانت تعمل لشق الصف الوطني والإطاحة بعبد الكريم قاسم. أنا في الواقع كمنصف يعني صح أنا اعتقلت مرتين في زمان عبد الكريم قاسم لأسباب تنظيمية. اللي شاهدته أنه إحنا كنا بالمعتقل مجموعة من أنا وفيصل حبيب الكزران وعلي صالح السعدي وجماعة آخرين وجماعة من رجال العهد الملكي وأحمد حسن البكر وعدد من الضباط كانوا متهمين بمؤامرة. بس اللي شفته ولمسته وأنا قلت له سابقاً أنه كأنه إحنا جالسين في فندق، يعني أهلنا دخلونا أسرة وفراشات والأكل مالنا جيد وماكو أي ضغط، سوى أنه مرة السجناء العاديين لأن إحنا كنا باب المعظم هسه مدينة الطير، السجن العادي كان يفصل بيننا وبينه يعني جدار عالي. فصار حدث انه رادوا يهجمون علينا ويقتلونا. فلما سمع عبد الكريم قاسم فاحنا تحضرنا، يعني كل واحد حسب طبيعته، انا تحضرت اموت خلنا اموت. العسكريين لبسوا هدوم عسكر كذا، لما راح الخبر لعبد الكريم قاسم دز مدرعتين حمانه من هجوم السجناء العاديين بذاك الوقت. ففي الواقع كان رجل رحيم وشفوق، وحتى من اطلق سراحنا واجهنا من الساعة 11 بالليل إلى الساعة 4 الصبح. فكان يتحدث بشفافية، وإذا بعض الإخوان الموثقين يريدون أوصف شلون كان هو يشرب حامض وبيده شفية، زين حامض يعني وبيده شفية، وكان يحدث بابتسام. أنا من الناس يعني كلهم تحاشوا، اللي دخلنا إحنا مجموعة تحاشوا يتقربون يمه، فبقى كرسي فارغ يمه فقعدت أنا بصف. السلام عليكم وأسعدتم صباحا أيها الأخوة والأخوات. شخصية الزعيم الوطني المرحوم عبد الكريم قاسم نالت اهتماما كبيرا من الباحثين وكتاب السيرة، وبقدر هذا الاهتمام أثارت شخصية الزعيم جدلا واسعا منذ ظهوره على المشهد السياسي في العراق في تموز 58 وحتى استشهاده في انقلاب شباط 63. هذا الجدل الذي تحول إلى ظاهرة صراع سياسي وعنف دموي بين الأحزاب والتجمعات السياسية في الساحة العراقية، أحزاب اليسار من جهة والأحزاب القومية، والتي كانت نتيجة في تصورنا عدم النضوج السياسي لقيادات هذه الأحزاب
التدخل الخارجي في المشهد السياسي لدعم هذه بعض التجمعات السياسية داخل العراق. إلا أن معظم قادة هذه الأحزاب المتصارعة آنذاك وبعد مرور أعوام على استشهاد الزعيم عبد الكريم قاسم اعترفوا بإخلاصه ووطنيته واستقامته، والبعض منهم من شارك في قتله صبيحة 8 من شباط اعترفوا، هؤلاء بالأسماء معروفة يعني ما كتب، اعترفوا بخطئهم وندمهم على ما قاموا به. وبسبب هذا التأثير بالتوجهات الوطنية انضم إلى حركة الضباط الأحرار، وكان عنصراً فاعلاً ومؤثراً في دعم هذه الحركة لما يتمتع به من شعور وطني وأخلاق رفيعة وسمعة طيبة في أواسط الجيش العراقي، إذ كان محل ترحيب كبير من الضباط الأحرار عند انضمامه لحركتهم. شكراً لدار المدى على موقفها الوفي من الزعيم المرحوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس في العراق يعتقدون أن الشعار ماكو زعيم إلا كريم هو شعار رفعه الشيوعيون، وهذا خطأ. تبين من خلال البحث أن من أوجد هذا الشعار ومن طرحه لأول مرة هو عبد السلام عارف. في اجتماع لمجلس قيادة الثورة حيث اصطف الوطنيون الشرفاء النجباء المضحون من عسكريين في المجلس السري العسكري، أبلغ عبد السلام عارف الحاضرين بسبب اتصالات وجدوا أن هناك فرصة للانقضاض على النظام، فأبلغ عبد السلام عارف الحاضرين في الاجتماع بأنه قررنا أنا وعبد الكريم أن تصير الثورة يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فتشي يعني. فاعترض الحاضرون على هذه الطريقة التسلطية الانفرادية التي لم يعتادوا عليها، باعتبار أن هناك هيئة قيادية يجب أن تبحث وتناقش. وعندما واجهوا عبد السلام عارف بهذا الاعتراض أنه هذا ما يصير هيك، القرارات لا تتخذ بهالطريقة، الرجال حاطين دمهم على كفهم ما يقبلون بهيك قرار أو فيه تبليغ هوائي أو سريع، فاحتد عبد السلام عارف قال لهم يا أخوان هذا اللي قررنا أنا وعبد الكريم، وأريد الكل يعرف أنه ماكو زعيم إلا كريم. تدور الأيام ويختلف عبد السلام مع عبد الكريم قاسم وتحصل الجفوة ويقدم عبد السلام للمحكمة ويحكم بالإعدام. طبعا الناس فيما بعد عرفوا أن الشيوعيين هم الذين طرحوا ماكو زعيم إلا كريم، لأن هناك تنافس صار بالاتجاهين. صارت عملية إسقاط النظام في 8 شباط 1963، أحضروا عبد الكريم قاسم بوعد سيء وخسيس، أعطوه وعد بأنه لا يعدم عندما اتصل، هكذا تقول الأحداث، قبل أن يستسلم نهائيا من وزارة الدفاع قالوا له لا نحن ما يعني ما كشي على حياتك، فقرر أن يحضر. أحضروه إلى دار الإذاعة، وهناك لقطة إنسانية لا بد من الإشارة إليها في ذكرى هذا الرجل. الدبابة أو الحاملة اللي نقلته إلى الإذاعة عندما توسطت جسر الجمهورية أو الجسر الآخر، طلب من السائق
جسر الأحرار يمكن الأحرار أو شيء اللي ينزل على الإذاعة. طلب من السائق قال له أوقف ابني أوقف. وقف السائق، فعبد الكريم قاسم طلع رأسه، هو عارف يبدو عارف أنه مصيره صار فيه مهب الريح، فطلع رأسه من الدبابة أو ما يشبه هذا ناقلة الجند، وسرح بنظره على دجلة بالجهة الشمالية والجهة الجنوبية حيث تمتد الحقول وغابات النخيل والضباب والأشرعة وزوارق الصيادين. ألقى نظرة على هذه المرتسمات في بلاده في عاصمة حكمه أو تمتم ببعض الكلمات كما يذكرها أحد الباحثين. إيه دنيا امشي ابني امشي. تسير الحاملة أو هذه الدبابة تصل إلى دار الإذاعة، يعتدي أحدهم على الزعيم، وهاي ولية جبناء، يضربها كف فتسقط السدارة من رأس عبد الكريم قاسم. يتناولها أحد قادة الانقلاب أظن صبح عبد الحميد ويمسحها ويقدمها للزعيم. هذا متشبع بالروح العسكرية، وهذا قائد عسكري يجب أن يحترمه. ويجلس. المفارقة المحزنة يا أخوة في هذه المسألة، يطرح رأيان في مجلس قيادة الثورة الذي كان يجتمع في غرفة أخرى، أنه نعدم الآن رأسا، نعدمهم الآن رأسا، ولا ننتظر لمحاكمة أو شيء أصولي. الأمر المحزن الذي يحزن كل عراقي، يجب أن يحزن كل عراقي، أنه لم يصدر صوت واحد يقول لا أجلوا محاكمته، يعني أجلوا إعدامه، خلينا نحاكمه. على الأقل هذا قام بثورة، خلصنا من حكم ظالم. حتى هاي القضية لم تشفع له. هذا يقودنا إلى قصة منهج العنف في التاريخ العراقي، منهج طاغي وجبار ومدمر. والشخصية العراقية غاطسة في العنف الدموي، يعذرني الأخوة حتى اللي عنده رأي آخر. يطلع أحمد حسن البكر يسألهم أنه يا أخوان شو نسوي بيهم، أكو رأيين هالشكل وهالشكل، كلهم يصيحون أنه لا الآن نعدمهم. كثير من الذين قالوا نعم الآن نعدمهم، بعد سنين قرأت لهم آراء يندمون على ما قالوا. يجي عبد السلام عارف عبد الكريم قاسم بكل عنفوانة يقول له عبد السلام لا تعدمني، أنا ما عدمتك. كلمة في غاية الإثارة. الجواب كان جبان ولئيم، قال له المسألة طلعت من إيدي. وأنا متأكد كان عبد السلام عارف قادرا أن يبقي على حياة عبد الكريم قاسم. في بداية الثورة احنا كنا طلاب في كلية الحقوق، وقبلها كنا موصولين، فرتبت لقاء الروح. يمكن اول كلية احنا رحنا الى كلية الى زعيم عبد الكريم قاسم، فرحنا الى هناك وواقفين، وانا كنت اتحدث يم المرحوم قاسم الجنابي في احدى الزوايا وباخير القاعة. دخل عبد الكريم قاسم فبدأ التصفيق له، فهو باوع في القاعة، فانا
يعني بي عادة يعني يمكن هي فدعايب أو كذا ما متعود عليها ما صفق، فما صفقت العبد الكريم قاسم، فالقاعة طويلة، فجاء إلى يمي وقف أمامي ومد إيده قال لي صافحني، فصافحته، هذا يدل على تواضع. استمرت الجلسة معه وصار نقاش جدا طويل، وأنا يعني صارت بيني وبينه بالنقاش مداخلات، اعتقد ما يعرفني، اعتقد أني من الميول القومية أو من الميول البعثية هكذا يعني أتصور. فانتهت المقابلة ووقفوا الطلاب يأخذون تصوير عليه في نهاية وزارة الدفاع بالدرج، فأنا وقفت على صفحة همين ما أخذ التصوير، فقال المصور دقيقة وأوقف، التفت قال لي، جاء علي مرة أخرى قال لي حضرتك باللجنة الاتحادية؟ قلت له نعم أنا باللجنة الاتحادية. قال يبدو ما يعجبك تأخذ تصوير وياي. قلت له لا والله سيادة الزعيم يعجبني لكن ما أحب أنا يعني أضايقك. قال لا تعال يمي نأخذ تصوير. أعيد بالذاكرة إلى الوراء وأنا صغير أشعر بالقشعريرة في بدني أمام صورة ما زالت عالقة في ذهني، صورة هذا الزعيم الوطني في التلفزيون يعدم ويبصق عليه أحد الجنود الذين كانوا إلى يوم قبل الإعدام أيضاً من القائلين ماكو زعيم إلا كريم. هو رجل استثنائي ووطني عراقي مثالي، وهذه ربما الصفة الأساسية التي أودت بحياته. هو مسؤول تنظيم الضباط الأحرار، وهؤلاء مؤلفون من الناصريين والقوميين والبعثيين والشيوعيين والأكراد، الكل ظلم عبد الكريم قاسم، وهذه النقطة الاستثناء الجميلة في حياته وأيضا التي ربما وأقول أودت بحياته. الكل استعجل خلال السنوات القليلة أن يكمل برنامج أن يحنط عبد الكريم قاسم وفق القوالب الأيديولوجية التي يريدها. القوميون استبقوا الأحداث فقاموا بثورة فاشلة في الموصل، البعثيون وفق ديدنهم العنفي التكتلي أقدموا على محاولة اغتياله، الشيوعيون رغم أنهم كانوا المسيطرين على الشارع هم الذين كثيراً ما أقدموا على مضايقة وطنية هذا الرجل وعدم فهمه وعدم استيعابه ومحاولتهم أيضاً اختزاله وكأنه رجل شيوعي في حين أنه وطني عراقي بامتياز كما قلت. الأكراد باعتراف الأخ زعيم رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني في أحد أجزاء كتابه البارزاني والحركة التحررية الكردية يعترف هو الآخر بأن الكرد استعجلوا في إعلان الثورة، وربما كان من الأفضل منح هذا الرجل فرصة أخرى للحل عن طريق الحوار. إذن الكل ظلمه، وعلى الطريقة العراقية الآن كلنا نبكي عليه. هذه هي استثنائية عبد الكريم قاسم، وما زال عبد الكريم قاسم مظلوما بدليل أنه يجري الاحتفاء به هنا وبعض الشرائح العراقية، أما الأحزاب الفاعلة الأخرى الموجودة على السطح السياسي في العراق فما زال الاعتراف بعبد الكريم قاسم مجرد لفظياً، لم نقدم على خطوة أساسية لترجمة أفكار عبد الكريم قاسم إلى واقع حياتي ويومي بيننا. عبد الكريم قاسم لا أريد أطيل، وإنما أنا عندي شهادة أحب أن أذكرها وسبقاً كررت. عبد الكريم هو الاختلاف هو الاتفاق. الاختلاف ربما بعض الباحثين يختلفون عليه، وإذا كان دكتاتور
فهو أروع دكتاتور عرف التاريخ، لا خلاف على وطنيته وعلى نزاهته. عبد الكريم قاسم كان ضحية لصراع الأحزاب والإرادات حتى رفع شعار أن الشعب فوق الميول والاتجاهات. الجيش هو الشعب، الجيش هو يمثل الشعب. الجيش نعم، الجيش أو الشعب. وأعتقد أنه هذه الأحزاب الحالية هي أيضاً بصراعات المدمرة أصبحت فوق الشعب وبديلاً عن الشعب. شهادة مهمة أيضاً كانت مطروحة بالأسواق حتى في زمن صدام حسين ولم ينتبه لها الكثير، هي شهادة وزير العدل الأمريكي رمزي كلارك، موجودة هنا. أنا بقيت انتبهت إلى وبحثت عن النسخة الإنجليزية لقيتها مطابقة. رمزي كلارك ما فتشوا كتابه ونزل وتوزع حتى في زمن صدام حسين، يتحدث في كتابه اسمه النار هذه المرة، يتحدث عن ماذا؟ يتحدث على أنه المخابرات الأمريكية والبريطانية رادت أن تمارس عملية قتل أو إبعاد أو اغتيال للجنرال قاسم. ما هي مبادئ عبد الكريم قاسم؟ تميز عبد الكريم قاسم بميزتان. الأولى هي الانطلاق من الهوية الوطنية بغض النظر عن من يكون هذا. فلما جاء تنافس عبد العزيز الدولي مع عبد الجبار عبد الله على رئاسة جامعة بغداد، قال أريد رئيس للجامعة مو إمام للجامعة. قال له مو هذا من داعي، قال له شنو يعني هو ألم يكن عراقيا؟ هذا المنطلق هو الذي حفز القوى الأخرى للأسف الشديد التي لم تعي موقعها، بحيث نحن في زمن العشائرية وفي زمن المؤسسة العشيرة وقيمها وإلى آخره، كيف تريد ننطلق ونتحول بليلة وضحاها إلى الفكرة القومية السامية؟ هذا نقد إلى كما للتيار القومي، كما ننتقد التيار الراديكالي عندما يقول له اليوم مو باكر، على قولة تشاندرتشي يقول له اليوم المفروض أن يصير انتخابات نيابية. وأقول لكم العباس أبو فاضل لو بال59 سوى انتخابات نيابية ما كان فاز كامل تشاندرتشي بأي صوت، لأن يعرف توازن القوى في داخلها. الناحية الثانية عند عبد الكريم قاسم هي العدالة الاجتماعية. لقد انطلق طالما الحاجة لازمت عائلة عبد الكريم قاسم وطفولته، فقد تأثر بها بدرجة كبيرة. لهذا السبب لو نراجع جملة المنجزات التي حدثت ووضعت العراق على سكة الحداثة، لرأينا أنها تصب في أفواه الجياع. لم يطعم عبد الكريم قاسم الفقراء بالوعود، وإنما أطعمهم شيء من الجانب المادي. لهذا وصلوا للسماء، ولهذا طلعوا يوم 8 شباط بأشياء كثيرة لأجل الوقوف أمام هذه هجمة الجراد، لأنه ولم يأتي لا قبل عبد الكريم قاسم ولا بعد عبد الكريم قاسم من يدافع عن الفقراء، الذي سماها أستاذي الراحل هادي العلوي مادة التاريخ. أعتذر عن الإطالة وعتبي على المدى.